يوجد لفضيلتكم ملصق عن تغيير المناهج، وهو معلق في كثير من المساجد، وجاء قرار بمنع إلصاق هذا الملصق لأنكم لم تسمحوا ولم تأذنوا بتعليقه، فهل هذا صحيح؟ نعم، أنا ما أذنت بإلصاقه ولا بتعليقه، وأنا أرى أن المساجد تجنب الملصقات نهائياً، لا يعلق فيها شيء ولا يلصق فيها شيء. أشغلوا الناس بهالملصقات في المساجد والإعلانات يعلقون صفحة الإعلانات وخلوه كأنه مكتب، كأن المسجد مكتب ولا متحف. هذا من العبث في المساجد، ولا يجوز هذا الأمر. نعم.